ميسي عادي او غاد، مع انه ما في فرق. يعني احنا فزنا من دون ميسي، فزنا 5 من دون ميسي، وفزنا انتر ميلان من دون ميسي، وفزنا على مين كمان من دون ميسي، فزنا على كثير يعني ناس، تعادلنا مع انتر ميلان يعني بدون ميسي. هاي المباراه كان بدنا ميسي، بس ما ميسي ما كان موجود. هسه ميسي موجود، وميسي بس يرجع شو راح يسوي؟ راح يطحنكم. وسبحان الله اول ضحايا الطحن ريال بيتيس. ريال بيتيس يعني نادي هيك يعني غص بكرهه. فسبحان الله اجوا بوجه ميسي. يا سلام، احذروا من اساسي مالكم. انخزقت عين فالفيردي، خزقها خزق، حبرها تهبير، ما ظلش العيون. ايش طبيعي يلعبوا اساسي؟ ايش الدفاع هذا؟ وين الدفاع؟ وينك يا روبرتو؟ وينك يا لجنجنت؟ وينك يا اربا؟ وينك يا بكيه؟ وين وزارة التربية والتعليم؟ ايش بصير في الدفاع؟ عادي عادي، هسا ميسي بوريكو يا ريال بيتيس، انتوا اللي بلشتوا، انتوا اللي بلشتوا. بحطوا فينا جول عيال الصرمة. اصبر هسا ميسي. الدفاع يا دفاع يا دفاع، هذا دفاع مش هذا، الله هذا دفاع. والله ما بتزبطوا تدافعوا عن 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 ايش؟ ما بتزبطوا تدافعوا انتوا، ايش وين الدفاع؟ ايش اشتقن؟ ايش يا خرا؟ ايش مالنا؟ فالفيردي يا ابن ال 66 صرمة، مشان الله مشان الله حل عنا، مشان الله. ميسي راجع من إصابة، ايش طبيعي يكون مستواه مش بزيادة يعني؟ ما انا احنا عارفين انه هو خرافي، بس مستواه إصابة، ايده مكسور، مش راح يرجع زي البشر. بس انتوا يعني العبوا بذم وضمير مشان الله. هينا نستنى، بلكن ميسي ينقذنا، وفي شيء غير ميسي راح ينقذنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فالفيردي، انت والعهات. بلنتي، والله بلنتي واضحة، ايوه بلنتي، تمام. معقول ميسي يضيعها لانه راجع من اصابة في التسعين يابا؟ في التسعين يضيعها، قال عند ابوك يضيعها، عند ابوك وامك يضيعها. هيك بفتح العداد مع ميسي. هو ميسي كان بس بده طابع عشان يفتح العداد معه بس. يا اخي والله ضيعنا كثير، اقسم بالله هم ضيعوا كثير كمان، بس والله احنا فرصنا احسن. وحش اشتقن. دقيقة مين هذا؟ مين هذا؟ كاريوس صح؟ اشلع القناع يا واطي يا كلب، اشلع القناع. كاريوس هذا حارس ليفربول اللي هسه بحرس نادي اسمه شبشتكشتاش، هيو هو هذا. اشلع القناع يا واطي، ايش هذا؟ احا خسارة، والله شكلها خسارة. ميسي لقنا، هذا من داري مين هو؟ فيدال ابو سكسو. كيف النص؟ يا سلام يا سلام، لسه 3-2 مبينة يعني، احنا راح نرجع في النتيجة 3-2 يعني، جول واحد وبنرجع يا بيتيس يا عيال الصرمة. يلا يا شباب راح يجي الثالث، انا متأكد راح يجي الثالث. خلص احنا انتفضنا، هاي انتفاضة. احمر احي احمر، هاي هيك بنلعب 10 هسه. هسه كيف بدنا نفوز؟ كيف نفوز؟ يلا ابو شكلك حيوان، يلا مش مشكلة نفوز واحنا عددنا 10 عشان المدريدي ياكل زق. احنا راح ناكل زق. ايش يا دفاع؟ ايش يا دفاع؟ ايش يا بنات؟ ايش يا دفاع هذا؟ ايش الخراف؟ شو هذا يا دفاع؟ يا اخي شو اسوي في حالي انا؟ ايش الدفاع الغبي ابن الغبي هذا؟ واشتقن صار ممسحه من هان ومن هان ومن هان ومن هان. اشلع القناع يا واطي، اشلع القناع. انت مش اشتقن، هاتولنا اشتقن، رجعولنا اشتقن يا ناس. هذا مش اشتقن، هذا كاريوس تبع ليفربول الواطي ابن الواطي اللي نكد علينا في نهاية دوري ابطال اوروبا لما خلى ريال مدريد يفوزوا. يلا معلش، المهم احنا متصدرين، المهم احنا متصدرين يا زلمة. لو ان طب حرام يكون الجول الخامس، هذا التيكي تاكا هاي حرام تكون الجول الخامس ونفوز على ريال زفت. اهم شيء الصدارة، اهم شيء الصدارة يا اخوان. وبعدين اصلا انا هاي الابتسامة وجهي، لانه يعني اليوم مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيجو، ولسه سيلتا فيجو اقوى من ريال بيتيس يعني، وريال مدريد يعاني. ريال مدريد يعاني والله مع المدرب الجديد هذا، خوف الله انه جني والله. هو سبب، انا متاكد هو سبب خسارتنا يا اخي. شو هالثقه اللي زرعها فينا مورينيو يا اخي؟ حظ لما يكون عندك مدرب زي مورينيو، بكون عندك ثقة لا إرادية. إيش حلو إنك تدمر فريقين كبار، هم مش كبار طبعا، هم مش معروف منهم أصلا، بس إنه تدمر فريقين يحكى إنهم كبار ورا بعض. أنا عارف إنه راح يجي فينا جول وجولين، بس أخريتنا نفوز لأنه عندنا مورينيو. عادي عادي، أنا عارف إنه راح يجي فينا جول
وراح يجي فينا الثاني ويمكن يمكن يجي فينا الثالث. مورينيو النظرات، انا عارف النظرات تعيته هاي، بيخلي الخصم يحط فينا جول جولين، يعني جول جولين مناح، ثلاث ممكن ثلاث. فجأة مرة واحدة مرة واحدة ثلاث جول ورا بعض، اربع جول ورا بعض نفوز. الجول الاول ما شاء الله ما شاء الله هيك بسرعة، يلا يا مانشستر سيتي طولتوا لما حطيت الثاني، يلا حط الثاني الثاني الثاني. عارف عارف يا اخوان يا اخوان، عارف انا عارف انا ايش، انا عارف انه هيجي فينا الثاني، وانا حكيت اول مباراة هيجي اول وثاني، واحتمال هسه يجي الثالث ما بنعرف، بس يمكن يمكن هسه مورينيو يقتل المباراة ويحط جول عشان ايش يخليهم يرتبكوا. الجول الثاني ما شاء الله ما شاء الله، يعني صحيح هو الاسلوب هذا شوي خراب بس عادي. ها هاي الجول الاول، هاي الجول الاول اللي هو البلنتي، بتقتل المباراة في بلنتي. يا سلام عليك يا لوكاكو. هسه بيجي الجول 2-1، بعدها احتمال احتمال يعني حسب ما بده مورينيو يعني يجي الجول الثالث، بعدها جولين ورا بعض، بعدها في الدقيقة 90 جول. احنا ملوك الدقيقة 90، ما شفت مباراتنا مع يوفنتوس. يلا يا مارسيال، مارسيال حطها جول. طبعا طبعا انا عارف السيناريو يا اخوان، انا ليش بتابع مباراة؟ ليه مدام اني عارف السيناريو ليش بتابع المباراة؟ حطوا فينا جول ما شاء الله ما شاء الله، هذول حاطوا حطوا فينا جول ما شاء الله ما شاء الله. وبما انه المباراة صارت في الدقيقة 80 يعني راح تظلها قديش 2-1، وهسه يونايتد حط جول وفي الدقيقة 90 حطوا الثالث، لانه صعب تظلها ثلاثة. ايه ده 3-1 زي ما انا قلت، 3-1 الدقيقة 85 الان، 3-1 دقيقة 87 مانشستر يونايتد حطوا جول 3-2 87 والدقيقة 90 كمان جول 3-3، واكيد راح احط وقت بدل ضائع 94 يعني، وفي دقيقة 94 حط جول. الجول الثالث ما شاء الله ما شاء الله، ونقتل المباراة ونخلص المباراة في الدقيقة 80 ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا شباب انا بستنى في الجول الثاني، يلا يا شباب الدقيقة صارت 94 بستنى في الجول الثاني، بدناش نتعادل بدناش نفوز، بس حطوا جول تصير 3-2 عشان 3-1 والله كبيرة. خسرنا، ايش الهبل هذا؟ وانا مبسوط انهم بحطوا جوال، شو الهبل هذا؟ نحمار ولا ايش؟ الله لا يوفقك يا مورينيو، الله يحرقك انت وتكتيكك ابن الصرمة. اخيرا مباراة مع اي سي ميلان، اخيرا عشان نوريكم بس مين كبير ايطاليا يا فريق سوف نعود، سوف نعود بعد قليل. يا باي شو راح يسوي فيك رونالدو؟ ياما ياما ياما، بجوز المباراة تكون زائد 18 رونالدو اليوم. يا باي شو راح يسوي فيكم؟ راح احزن عليكم يا اي سي ميلان، بس استمتعوا برونالدو حينما يمسك الكرة، مش تحط فيك جول تروح تزقفوله، والله بنخسر بعض والله. يا حرام هيك لعيبة اي سي ميلان هم بيسلموا على رونالدو. بيسلموا رونالدو 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 ما مسكتش. انتوا يعني مفكرين اذا مسكتوا رونالدو ما عندنا ناس تحط جوال؟ حبيب مين؟ عندنا ما مسكتش طلع. عصب عصب بالله، اضرب اللعيب، اضرب سوسو، اضرب سوسو بلكي صار عيط في الملعب. عندنا مانزوكيتش، عندنا دوبالا، حبيبي لا تمسك رونالدو، خلاص اتركه اتركه، امسك مانزوكيتش وديبالا، خلى رونالدو هسه يمزعك وتمزيع، بس اصبر شوي. طب مش حرام؟ مش حرام لحد هسه 1-0؟ والله حرام. طلع هيقوين، طلع هيقوين، ايه هيقوين يا هيقوين، وك احنا اللي ربيناك، احنا لا احنا ما كمان لا احنا مش ربنا واحنا كبرنا، بس يعني انه احنا كنا فريقك يعني ما شاء الله مبسوط، وقاعد بتصرخ بلانتي بلانتي مش بلانتي، خبطت هان مش هان، هاي الايد مش هاي الايد، تقعد تهبل. طلع هيقوين الواطي، واحنا اللي كنا نقول لك جول زالو هيقوين، بس هسه بنقول لك جول زالو ابن الصرمه يا ابن الصرمه. لا وغير هيك بده يشوط البلانتي يا حبيبي، يا رب برا، انه احول انه احول والله احول، انا عارف انا عارف انه احول. طب انا مش عارف اصلا، خذوا بلنتي بدكم كمان بلنتي، خذوا كمان بلنتي، مو احول. والله احول يا احول يا ابن الحوله، مش يا كابتن حط نعطيك دوره عند رونالدو ولا ايش؟ ها بدك دوره عند رونالدو، نعطيك دوره عند رونالدو مش غلط، شوف 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 بس امسك رونالدو الطابه، شوف 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 سدد. يا حرام يا حرام اللعب صار فيه، راسه الدماغ طلعت برا، كل هذا من تسديد رونالدو في الشمال في الشمال، دماغ الزلمه طلعت برا يا حرام.
يا اخوان والله بدنا نتيجة كبيرة يا زلمة، 5-6 مشان الله. رونالدو رونالدو سمعني رونالدو، ما احنا بنفهم مع بعض. رونالدو الأسطورة، احلى جول في مسيرة رونالدو، ما شاء الله تبارك الله. طلع عالطاير، بوم عالطاير اسلخ. والله اي سي ميلان مرات بحزن عليه اقسم بالله، وهو قويين كمان بحزن، هي قويين بحزنش عليه. ابن الصرمة كسر بني عطية، كسر بني عطية، حكم كسر بني عطية احمر. يا حكم يا حكم، والله ما في داعي تعطيه احمر، اعطي لاي اي لاعب ثاني احمر. ولا اقول لك تعطيش، خلاص يا عمي خليهم براحتهم، مش لك غير هيقوين. يستر عرضك لتطرد هيقوين، مش بحبه، مش حبة فيه كان يلعب معانا. لا والله بس افرض اجاهم بلنتي، ها مين دو شوطه، ها سوسو بحط الجول. احنا بدنا هيقوين يا حكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حكم، حسبي الله ونعم الوكيل. هيقوين طلع بعيط، والله ايش بزعل. شايف بس ترك يوفنتوس شو بصير فيك؟ بنوتشي راح يسي ميلان عساس انه يسي ميلان عاد وسوف يعود بعد قليل. بس رودريجو وين؟ يوفنتوس. يقرب بيتهم صفعة ريال بيتيس مش طبيعيين. حزة وبرشلونة يا حرام، خل نشوف كم منشورات. صرت حمار. يخرب بيتهم يا ويا، حزة برشلونة فريق مسخرة، شيء طبيعي والله العظيم. يا أخي والله العظيم من زمان ما انبسطت وحياة الله. أيوه هيك من زمان بدنا يخسر برشلونة ويفوز ريال مدريد، يفوز ريال مدريد سلتافيجو. لا منفوز، المدرب الجديد مش هو طبعا، الجني تبعه بيعجبك مش الله الجني تبعه خرافي احسن من القديم تاع زيدان. فاليوم راح نفوز وراح نرجع نحفل عليهم. بس يعني ما شاء الله سولاري شكله بفهم، يعني سبيبوس مش اساسي، الحمد لله انه اقتنع انه سبيبوس مش لازم يدخل اساسي. ايش فيه؟ لا كازيميرو انصاب، يعني سبيبوس راح يدخل اساسي، مش اساسي يعني راح يدخل بدل كازيميرو. كاسيميرو لا، مشان الله يا رب تكون اصابه خفيفه، يا رب تكون اصابه خفيفه. يابا جي كسر له رجله، كسر فتل له اياها فتل، خلص كاسيميرو راح يطلع ويدخل سبيبوس. لا والله فزنا، سبيبوس بده يفوزنا. سبيبوس طبعا الجني هذا كما هو موضح امامكم في الصوره انه خلى ابو ابراهيم بيعرف يسجل اصلا، بس كان بده شويه جني هيك شمال يمين، يعني خلي الطب تدخل هيك يعني. والكو ابو ابراهيم عادي اوغاد. مين رونالدو؟ راح رونالدو مع القلعه. راح مين؟ راح خيمس رودري مع القلعه. راح كوفاتشيتش مع القلعه. راح مين كمان راح؟ راح نيمار. مين نيمار؟ ما دخلوش نيمار. يعني المهم يعني عندنا ابو ابراهيم، مين ما يروح بيظل عندنا ابو ابراهيم، وابو ابراهيم عقده ل 2022، يعني راح يظل وراح يحط لنا جوال وراح يجيب لنا بطولات وراح يخردق الدنيا كلها. كازيميرو طلع ودخل سبيبوس. ايش فيه؟ رغروغو اللي جاي عشان وين بيلعبوا؟ مارسيلو ولا كارفخال؟ بدل مارسيلو، عشان مارسيلو مصاب هو دخل، شمبكانو انصاب، دخل بداله كمان واحد. ايش فيه؟ الجني شكله بتخربط زي الجني القديم ايام ما كان الجني هذاك يضرب كرخفال ربري ومربري. يعني صحيح انه مبين عليه جني ابن صرمه، بس يعني بكفي انه يعني ابو ابراهيم هو وياه متفقين. ابو ابراهيم شمال في يمين وبليله، ولك يسعد مرتك، يسعدها مرتك. شوف 1-2 وبليله. هاي قلت لكم بده شويه جني، يعني جني يكون 2% معه، يعني اذا الطابه رايحه هيك الجني يعملها زي هيك خلصت فكت. ابو ابراهيم بس بده هيك، بس بده لمسه سحريه بس. ابو ابراهيم جولين. رونالدو قديش جول في الدوري الايطالي؟ بنزيما هداف صار رونالدو. يعو ابو ابراهيم احتاج الى القليل فقط من دعم الجماهير. وين الجني؟ رايح يفطر رايح يتغدى ولا ايش؟ يا جني بس بده هيك لمسه تنزلها في الجول. قلت لكم ابو ابراهيم بس محتاج لمسه سحري، لمسه. معلش ابو ابراهيم شكله جني راح، هان ولا هان شكله شاف له واحده حلوه في الجميع راح قاعد جنبها، فراح يرجع
انت بس شوط على الجول وهو بحط جول، ما عليك. فوز من دون الأظهرة ومن دون إصابات، إن شاء الله خنفوز بالله عليك. والله العظيم الواحد روحه فرفطت. إيش فيه؟ ناتشو كمان ناتشو انصاب؟ لا لا هذا الجيني لازم تغيير. لا شو تغيير؟ إذا تغير بروح أبو إبراهيم بطل يعرف سج. مش طب ما هيك بروح نص الفريق وأسنسيو دخل بدل ناتشو، أسنسيو دخل يدافع. يا أخوة حرام والله حرام، كل التبديلات التطررية اضطرارية، كل التبديلات اضطرارية حرام. الله يستر ما ينصاب واحد ثاني هسه في الشي تبديل، الله يستر. كسروا كسروا، بدناش بلندي يا عمي بس كسروا. بعدين مع القصة يا رب تكون سليم، يا رب يقوم يطلع بتخوث بمثل ولا شي. بلندي أبو إبراهيم الهاتريك يا عمي، أبو إبراهيم عادي أو غير. راموس لا إله إلا الله، بعدين مع أهله راموس. هار يا راموس افهم بس، انت عيني وراسي، انت يعني اسطوره من اساطيرنا، بس يا عمي خلي ابراهيم يسجل. يا عمي انت مدافع، انت بتنافسش، صعب تنافس على الهداف، صعب تنافس على الكره الذهبيه. يا عمي خلي راموس، خلي هذا شو اسمه هذا بنزيما راح تضيع. احساسي يقول راح تضيع. يا عمي ملك اللبات، يا عمي هاي الحركه اصلا مسجله باسم راموس. بس يا ابني الصرمه يا راموس كرهت ابراهيم، ابراهيم بيعملها احلى. منيح انه في اسبوع فيفا 10 ايام الاصابات ترجع زي اول، خلي كاسيميرو يرجع بدل السبيموس هذا اللي اكل راسنا فيه. لا لا سبيبوس، سبيبوس منيح يا اخوان، انا زلمه يعني انا بحب سبيبوس، هو يعني من اولاد النادي. لا لازم نعطيه فرصه، لازم نعطيه فرصه، فهو يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله تزيد كثير حلو، ما شاء الله ما شاء الله. يعني منيح سبيبوس منيح، الحمد لله فزنا، بس الاصابات فزنا. خلينا روح احفل، جني هذا ولا مش جني يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ لما ريال مدريد يلعب من دون مارسيلو وكرخفال ويلعب اثنين شباب اظهره، واحد اسمه رغروخو وواحد اسمه ادرزوزو، ولما ابو ابراهيم يسجل جولين وكان يجيب الهاتريك، لما ابو ابراهيم يصير يعرف يسجل، هذا ايش؟ جني ولا مش جني؟ جني صح؟ سبرايز. ما حبيبي ولكو أربعة من ريال بيتيس، بتعرفوا ايش تفوزوا أربعة زينا؟ ما عندكم مش سبيبوس زي اللي عندنا يسجل جول من آخر الدنيا، ولكو أربعة من ريال بيتيس. طلعوا من جحورهم، طلعوا يا ربي.